واحد بيقول ما رأي سيادتكم في الاعتراف للكاهن وما هو الشاهد الكتابي والحق الإلهي الذي بني عليه هذا التعليم، وهل هو صحيح أن يعترف إنسان للكاهن دون الاعتراف لله رأسا عن طريق وساطة الابن المبارك بحسب قول لا يوجد وسيط واحد إلى آخره، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع واحد عند الأب رب العالمين. شوف يا ابني، اعترافك على الكاهن لا يمنع إطلاقا اعترافك على الله. أنا قلت في كتاب حياة التوبة والنقاوة وفي أكثر من مناسبة إن الاعتراف له أنواع وكلها لازمة. تعترف على الله مباشرة لأنك كسرت وصاياه، وده اللي بنقوله في المزمور: إليك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت. وبنقول اغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن أيضا، يعني تعترف على الله دي ما فيش حد يناقش فيها. وتعترف أيضا على الأب الكاهن لتأخذ منه الحل بالتناول وتأخذ منه الإرشاد الروحي، وتعترف على الشخص اللي غلطت في حقه، تروح له وتقول له أنا أخطيت إليك وأنا غلطت في حقك، دي حاجة تالتة. والحاجة الرابعة تعترف بينك وبين نفسك من جوه إنك أنت غلطان. يبقى عايز بقى الشاهد الكتابي. الشواهد كثيرة جدا سأذكر لك بعضها. في العهد القديم كان الشخص إذا أخطأ يقدم ذبيحة عن خطيته ويضع يده على الذبيحة ويقر بخطيئته، ودي موجودة في لاويين 5:5، لاويين 5:5. وفي قصة عخان بن كرمي في يشوع إصحاح 6 قال له اعترف إلى الله واخبرني. وبالنسبة ليوحنا المعمدان كان يأتي إليه جميع الناس من أورشليم وكل اليهودية ومن نواحي الأردن ليعتمدوا منه معترفين بخطاياهم، ودي موجودة في متى 3:6. والكنيسة الأولى باشرت سر الاعتراف، وكان الناس يأتون إلى الرسل مقرين ومخبرين بأفعالهم في أعمال 19:18. أدي الشواهد الكتابية اللي أنت عايزها. أما حكاية وساطة الابن والشفيع الواحد دي عن الشفاعة الكفارية الخاصة بدم المسيح، ملهاش دعوة بالتوبة العادية والاعتراف بالخطية. وموجود في يوحنا الأولى إصحاح 1 بيقول إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل. ولألا تفتكر إن اعترفنا بخطايانا دي مجرد اعتراف بين واحد وبين ربنا، تلاقي موجود في رسالة يعقوب الرسول إصحاح 5 اعترفوا بعضكم على بعض بالزلات، يعني بشر على بشر. الواضح من سؤالك انك انت معرض لتعليم بروتستانتي، سؤالك كله بروتستانتي من اوله لاخره.